السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ زيدنا الفاضل، إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ كله كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض الجزء الثالث من محاضرتنا النهاردة، أو الجزء الرابع تحديدًا. خلصنا مع بعض Identify Stakeholders وطلعنا بـ Stakeholder Register. دلوقتي هنكمل مع بعض وهندخل على أول عملية في البلاننج، Plan Stakeholder Engagement. وبعد كده هندخل مع تاني عملية manage stakeholder engagement في execution، واخيرا monitor stakeholder engagement في monitoring and control. فناقصنا تلات عمليات بإذن الله تعالى ناخدهم ونخلص منهم دلوقتي زي ما اتفقنا مع بعض. طيب ايه هي الانبوتس؟ project charter زي ما اتعودنا، resource management plan، communication management plan كل ده خدناه، risk management plan هندرسها بالتفصيل ان شاء الله المحاضرة القادمة. عندي مجموعه من الدوكيومنتس، الاسامشن لوج، التشينج لوج، الايشو لوج، البروجكت سكادول، كل ده درسناه. الريسك ريجستر من اسمه هندرسه ان شاء الله تعالى في محاضره الريسك، والستيك هولدر ريجستر طلعنا بيه في الخطوه السابقه ايدنتيفاي ستيك هولدر، واجريمنتس مع الاي اف والاو بي اي. طب المخرج اللي عندي ستيك هولدر انجيجمنت بلان، خطه اداره ترابط العملاء او المعنيين بالمشروع. فقلنا ان كلمه engagement معناها ترابط، معناها ان الناس تبقى متحده على المشروع مش مختلفه على المشروع. طب ايه هي التولز والتكنيكس؟ الاكسبرت جادجمنت درسناها، الداتا جاذرنج، البنش ماركينج درسناها، الداتا اناليسيز، الاسامبشن اند كونسترين اناليسيز، الروت كوز اناليسيز درسناها في الكواليتي. طيب انا عايز اعمل برايورتي، عايز اعمل رانكينج، معايا؟ يعني زي ما اتفقت لو انا عندي مثلا 100 ستيك هولدرز، عندي 100، طبيعي ان مش كل الستيك هولدرز ليهم نفس الاولويه، طبيعي ان مش كل الستيك هولدرز ليهم نفس طريقه المتابعه زي ما احنا قسمنا من خلال الباور والانترست والانفلونس والامباكت على سبيل المثال. فمش كل الستيك هولدرز ليهم نفس الاهميه ولا ليهم نفس المتابعه. ممكن استخدم بعض الداتا ريبريزنتيشن مودلز زي المايند ماب، الخرائط الذهنيه، وبرضه شرحناها كتير، وحتى قلنا ان كل يعني شابتر ندرسه مع بعض نعمله المايند ماب الخاص بيه. اخر واحده بقى دي مهمه جدا ما درسناهاش، ركزوا معايا، اخر واحده اللي هي خاصه بيه الستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت ماتريكس. فدي بس محتاجه تركيز مننا، احنا الباقيين كلهم سهلين، بس دي الحاجه الوحيده اللي احنا ما قلناهاش، دي جديده علينا. الستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت ماتريكس، ايه بقى موضوع الستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت ماتريكس؟ هندرسها مع بعض. يبقى برضو زي ما احنا متعودين بنرسم الداتا فلو دياجرام، بنحط العمليه بتاعتنا 13.2، الاوتبوت بتاعها الستيك هولدر انجيجمنت بلان، ده هيتحط فين؟ هيتحط في البروجكت مانجمنت بلان زيه زي كل السبسيدري بلان زي ما احنا متعودين. معايا؟ الحاجه اللي لسه برضو ما درسناهاش الاجريمنت، الاجريمنت هتطلع معايا في البروكيورمنت، يعني ان شاء الله تعالى لما ندرس مع بعض البروكيورمنت اللي هو الفصل 12 باذن الله هيبقى يوم الثلاث الاسبوع القادم، هو ده الاوتبوت بتاعه اجريمنت. معايا؟ فالاجريمنت اللي هي الاتفاقيات بتطلع من العمليه 12.2 اللي هي كوندكت بروكيورمنت. هناخدها مع بعض الاسبوع اللي جاي مع ان شاء الله تعالى البروكيورمنت نوليدج يعني. طيب ممتاز. الانبوت شرحناه، التولز والتكنيكس شرحناها زي ما احنا اتكلمنا مع بعض. ركزوا بقى معايا في الستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت ماتريكس، دي جديده علينا. هنا هنعمل ايه؟ هنا هنعمل ستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت ماتريكس. طبعا اتفقنا ان كلمه ماتريكس معناها مصفوفه، يعني مجموعه من الاعمده ومجموعه من الصفوف زي ما احنا عارفين. ستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت، يعني ايه بقى ستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت؟ كلمه اسسمنت معناها تحليل، زي بالظبط كده اناليسز. فانا بعمل مثلا سيتويشنال اناليسز، تحليل وضع القائم. فانا عندي على سبيل المثال مالتيبل ستيك هولدرز، احمد ومحمد ومصطفى ومحمود، وعندي خمس مراحل للستيك هولدرز. ان اوير، ما يعرفش حاجه خالص عن المشروع. ريزيستنت، يعرف ولكن بيقاوم المشروع. نيوترال، على الحياد، لا مع ولا ضد، يعني لا مع ولا ضد. سبورتيف، من اسمها ده داعم للمشروع.
leading اعلى من supportive ده قائد للمشروع. وعندي علامتين سي ودي. سي معناها current status ودي معناها desire. يعني ايه سي؟ النهارده محمد unaware بالمشروع، وانا نفسي على نهايه المشروع محمد يبقى supportive. النهارده مصطفى neutral، وانا نفسي على نهايه المشروع محمد يبقى او مصطفى يبقى supportive. النهارده على سبيل المثال مثلا حازم سبورتيف، وانا عايزه يفضل معايا لغايه نهايه المشروع سبورتيف. فزي ما انتم شايفين الطبيعي اللي انا انقل الستيك هولدر من الشمال لليمين، ده الطبيعي اللي انت تنقلهم من هنا. بس عاده قليلين قوي اللي بيبقوا ليدرز. يعني انا عايز انقلهم، بس مش كل الـ يعني الستيك هولدرز بيبقوا ليدرز. فهتلاقي اغلبيه الستيك هولدرز انت عايز تحطهم في المربع ده سبورتيف. معايا؟ احنا عندنا حتى مبدا المصريين يقول لك المركب اللي ليه راسين تغرق. فانت لو انت عندك المشروع ليه اكتر من رئيس، معايا؟ لو ليه اكتر من ليدر المشروع ممكن يقع يفشل نتيجه النزاعات اللي هتتم ما بين الليدرز. فانا نفسي ان معظم الستيك هولدرز يبقوا سبورتيف. والله لو نيوترال ماشي، ولكن سبورتيف احسن من نيوترال، ونيوترال احسن من ريزيستنت، وريزيستنت احسن من ان اوير يعني ما يعرفش حاجه. معايا؟ فاحنا عايز اجيبهم من اقصى الشمال لاقصى اليمين. فانت هتلاقي دايما زي ما انت شايف ان ان اوير الاحسن منه يبقى نيوترال، والنيوترال الاحسن منه يبقى سبورتيف. اتفضل يا باشمهندس محمود. وانا بسال حضرتك يا دكتور، ريال لو ستيك هولدر يعني ليدر، هو عايز يخلي نفسه ان هو ليدر في البروجكت ويدخل نفسه في القرارات ويدخل نفسه في كل شيء، اذا كان ليه باور او اذا كان ان هو انفولفد او يعني عايز يدخل نفسه في قرارات البروجكت ده، ايه اللي بيتم معاه لو انا بروجكت مانجر؟ ما هو غالبا لو هو من النوعيه دي هيبقى هاي باور، فانا ما عنديش مشكله طبعا لو هو هيبقى سبورتيف وهيبقى ليدر كمان عشان هو هاي باور. يعني مثلا ممكن يبقى سبونسر، مدير المباشر. فممكن يكون مديري المباشر هو في واقع الامر هو مديري، فممكن يبقى ليدر في البروجكت، مش هقول لا. وممكن يبقى معاه الباور، وممكن يبقى كمان انترست، فاهمني؟ ولكن انا بتكلم لو انا عندي بقى مالتيبل ستيك هولدرز، عندي مثلا 50 ستيك هولدرز، مش معقوله الاغلبيه هيبقوا ليدرز، الاغلبيه هيبقوا سبورتيف بس مش هيبقوا ليدرز. فممكن يبقى عندك مثلا 50 منهم 2 3 ليدرز، ومثلا حوالي 30 40 سبورتيف، وعندي مثلا 10 نيوترال، او ممكن عندي كمان 5 ريزيستنس او ان اوير. فانا عشان كده بقول الاغلبيه بيبقوا سبورتيف مش ليدر. ليه؟ عشان بالمبدا اللي احنا سائلينه المركب ليها راسين تغرق. وبالتالي فلو عندي اكتر من رئيس للمشروع، لو عندي اكتر من ليدر للمشروع، كل ما عدد الليدرز بيكتروا على نفس المشروع كل ما ده ممكن يوقع المشروع. ولكن انا ما عنديش مشكله يبقى داعم. فممكن تلاقي حد سبورتر مثلا سبلاير معين مورد، وده نفسه المشروع ينجح، فعمال يديك تسهيلات في التوريدات وتسهيلات في السداد عشان عايز المشروع ينجح. ممكن تلاقي مثلا عندك شؤون العاملين او الاتش ار عايز ريسورسز وعمال يساعدك. فاهمها؟ معايا يا باشمهندس محمود؟ بس انا بتكلم على حته الليدرز، بس الليدرز عددهم نسبيا بيبقى قليل. طب معذره برضو، هو لو انا عندي كذا ليدر، لو 2 أو 3 زي ما حضرتك قلت، وان كل واحد برايه، واحد عايز يزود الكواليتي زي ما حضرتك قلت في السيشن اللي قبل كده، وعايز واحد يزود ان هو يعني الموارد او ان هو يعمل سبيكس معينه، وكل واحد برايه والراي، وللاسف ان الرايين متناقضين. ما هو برضو بالنسبه لي انا كمدير مشروع هبقى ما بين المطرح والسندان. يعني بمعنى صح، لو الاثنين هاي باور والاثنين ما وصلوش لحل يعني يرضي الطرفين، هبقى انا في الاخر مش عارف ارضي ده ولا ارضي ده. وعلى فكره بتحصل كتير في مشاريع. يعني ممكن مثلا تلاقي جهه معينه عاملين معاها بروتوكول تعاون او عاملين معاها بروجكت، والجهه دي ليها وجهه نظر معينه، والوزاره عندنا ليها وجهه نظر اخرى، والاثنين عاملين يتصادموا مع بعض وما وصلناش لحل، والمشروع واقف ما بيتحركش نتيجه ان احنا ما اتفقناش على هيتحرك ازاي. فده طبعا مش من مصلحه المشروع ولا من مصلحه مدير المشروع. من مصلحة مدير مشروع يحصل يعني تقارب في وجهات النظر، خصوصا ما بين الهاي باور او الناس التقال. معايا؟ لو انا بتكلم مثلا عاملين مشروع وزارتين، فيحصل لازم يحصل تقارب وجهات نظر ما بين الوزارتين عشان المشروع يتحرك.
طب لو كل مثلا وزارة ليها وجهة نظر غير التانية، وبالتالي هنقف في مرحلة المشروع واقف ما بيتحركش، واضح؟ نتيجة ان انت نعم. حد على حد تاني. فلو انا بتكلم على ارض الواقع، احيانا بيبقى ليدر، واحيانا بيبقى في تقارب ما بينهم، واحيانا بيبقى في تعارض في وجهات النظر، وبالتالي ده بتبقى برضو من ضمن التشالنجز اللي على مدير المشروع، اللي هو محتاج يلعب سياسة عشان بس يقرب وجهات النظر وما يوقفش المشروع. هو مصلحته المشروع يخلص، فهو كمان لازم يبقى دوره فعال، اللي هو يقرب وجهات النظر ما بين الطرفين. تمام يا دكتور، شكرا. ممتاز، شكرا لحضرتك يا باشمهندس محمود. طب نكمل مع بعض. فده سريعا، فده من ضمن التولز والتكنيكس المهمه جدا، ستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت ماتريكس. بس كده خلصنا العمليه، مفيش حاجه تانية يتقال في العمليه. اتفضل يا باشمهندس ابراهيم. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ اخبار حضرتك ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كله حلو الحمد لله يا باشمهندس، زي الفل. دكتور انا كان استفساري بس دلوقتي، ليه الانوير يبقى اقل من الريزيستنت؟ يعني الانوير هو مش هيضر المشروع بشيء، انما الريزيستنت هيضر المشروع. بس خلي بالك ان الان اوير، هو الان اوير هو مش عارف، بس انت مش عارف ده هيبقى نيوترال ولا ريزيستنس ولا سبورتيف. يعني خلي بالك احيانا بتلاقي في حد كده ساكت، وده بيبان حتى في طب الاجتماع. انا بس عندي مثال يا دكتور، يعني انا مثلا لو في المشروع بتاعي عندي مورد هو مش هيفرق معاه اصلا انا اخدت منه او لا، يعني هو ان اوير بالمشروع وان اوير اذا كنت انا هاخد منه الماتيريال اللي انا عايزها ولا لا، هو اوريدي عنده يعني الاف الناس اللي بيورد لهم، فهو بالنسبه لي ان اوير، يعني كستيك هولدر هو ان اوير، فهو يعني ده مش هينفع ان انا احطه قبل الريزيستنت. الريزيستنت اللي هو مثلا المنافس ليا ولا حد بيضرني فعلا، عشان كده انا بس بس انا هرد حضرتك على السؤال ده. اولا اللي حضرتك تقول لي السبلاير، لو احنا بنتكلم من وجهه نظر برضو الستيك هولدرز، احنا قلنا التعريف اي شخص او مؤسسه او مجموعه عمل بتاثر عليك بوزيتيف او نيجاتيف، او بتتاثر منك بوزيتيف او نيجاتيف من خلال المشروع. فلو انت معايا دلوقتي على سبيل المثال السبلاير ده، لو هو من ضمن الشورت ليست وهو من ضمن يعني الكي ستيك هولدرز، انا بمصلحتي لو ما بقاش ان اوير. ليه؟ عشان ما ممكن يديني سعر احسن. يعني ممكن لو انا مثلا عملت تندر ودخلته معايا في الممارسه او في المناقصه اداني بيست برايس، فانا بمصلحتي برضو لو ما بقاش ان اوير. ما هو دكتور في موردين، هو فعلا لما بيبقى عارف ان المشروع معايا وعارف معلومات عن المشروع، هو بيبقى بيحارب عشان يديني سعر كويس وياخد ايا كان هو سب كونتراكتور ولا سبلاير ولا ايه، انما في سبلاير تاني هو مثلا راجل تقيل جدا في السوق وشغله بالمئات الملايين، فهو مش فارق معاه الرقم اللي انا بطلبه منه، لو مثلا بطلب مثلا وليكن كشافات للمشروع، الكشافات دي وليكن ب 10000 او ب 20000، ال احنا 20000 دي لا احنا تمثل له شيء. ممتاز، احنا مش معترضين على النقطه دي، ولكن احيانا يعني حتى في مثال جميل قوي لسه، او حكمه باشمهندس اسماعيل كاتبها على الشات، بيقول لك عدو عاقل خير من صديق جاهل. يعني انا ممكن على سبيل المثال يكون عندي حد من فريق العمل او عندي حد من الكي ستيك هولدرز هو ما يعرفش حاجه عننا، فهو بالنسبه لي يعني بلاك بوكس، انا مش عارف هو هيبقى نيوترال ولا هيبقى ريزيستنت ولا هيبقى سبورتيف، فانا عايز اجس النبض. ودي على فكره بتحصل حتى في الاجتماعات، يعني انا لما حاضر اجتماعات مجلس اداره او حاضر اجتماعات يعني على مستوى قياده المشروع، فبتلاقي حد بيتكلم معاك، فمن المشاركه بيبان ان الراجل ده مع او ضد، راجل عايز ينجح المشروع ولا الراجل ده عايز يوقع المشروع. ولكن لو في حد ساكت طول الاجتماع، انت نفسك بتبقى خايف منه، خايف منه عشان ممكن يقلب عليك في اي وقت، ممكن يكون ريزيستنت بس مش عايز يبين اللي هو ريزيستنت، او ممكن يبقى مش عارف اصلا، وفي نفس الوقت يعني ممكن لو عرف يقلب عليك يعني فاهمني نيجاتيف. فانت شطارتك ان الاوير اعمل له اويرنس عشان يبقى اوير، وشطارتك لو هو بقى اوير وريزيستنس اللي انت تحتويه على الاقل تحيده، يعني معايا خليني يوترال، خليه سبورتيف على الاقل، خليه نيوترال. نيوترال طب لو في حد يا دكتور انا واثق من بدايه المشروع لنهايته ان هو ريزيستنت ليا، ايه بقى الاكتيفيتي اللي انا هعملها معاه او ايه حلو. احيانا بيبقى في كونفليكت اوف انترست، وده بيحصل برضو في المشاريع. انا مثلا عندي ابن خالتي سبلاير، وانا عايز ارسي المشروع على ابن خالتي عشان خاطر يبقى في حاجه يعني اندر ذا تيبل يعني او ميوتال بيت. تمام، ولكن ده بيحصل يعني لو انا بتكلم من ناحيه الايثيكال، يعني المفترض الكلام ده ان ايثيكال بيهيفير. ف تمام، بس يعني بصفه عامه لو انا بتكلم برضو يعني على ارض الواقع، بيبقى في ناس ريزيستنت، في ناس ريزيستنت مثلا عايز يعني يوقع المشروع عشان يسنده لحد تاني، او حد ريزيستنس من وجهه نظره ان دي مش من اولويات الشركه المشروع ده، وبالتالي المشروع ده يعني مش وقته. ف
ففي ناس كتيره من النوعيه دي اثناء الشغل. فانت شطارتك ان انت تلعب سياسه اللي انت تحتوي الناس دي. بس خلي بالك الناس دي لو انت يعني دخلت معاها في صراعات هياثروا عليك نيجاتيف. الناس دي اصلا هتبقى وانت بتعمل كولكت ريكويرمنتس على سبيل المثال انت بتجمع معلومات منهم، فابسط حاجه هيبقى متحفظ في المعلومه مش هيديك معلومه، وتقعد انت تلف حوالين نفسك عشان تجمع الريكويرمنتس ومش عارف تجمعها. تمام. بيبقى عندي مثلا بروجكت في احد الجهات بنعمل لها استشارات اداريه، فعلى فكره ممكن تلاقي مثلا الراجل اللي ماسك الماليات، على فكره الناس بتوع الماليات معظمهم متحفظين ما بيطلعش معلومه بالساهل، يعني طبعا بيبقى اسرار الشركه وحسابات الشركه وتلاعب هو بيحاول يداريها، فمش عايزك اللي انت تقعد يعني تنخور وراه كده وتطلع المشاكل اللي عنده، فبتلاقيه بيبقى متحفظ جدا في الكلام. وبرده الناس بتوع المشتريات للامانه، فالناس بتوع المشتريات والناس بتوع الماليات بيبقوا متحفظين جدا في الكلام، فاحيانا بتلاقي شخص زي ده نيوترال يعني، واحيانا بيبقى سبورتيف واحيانا بيبقى برده ريزيستنت. فعلا مش عايزك تدخل في الشركه، مش عايزك تشتغل معاه في الدفاتر، مش عايزك تراجع وراه، مش عايزك يعني تعرف معلومات، ودي بتحصل كتير. طب انت انا 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 بعمل ايه؟ اديك مثلا مثال، انا باخد سبورت من يعني القياده، يعني انا في الاخر انا لما بدخل اعمل يعني شغل استشارات اداريه في شركه، في الاخر الشركه دي اللي طلب يعني طلب مني الاستشارات غالبا السي او او الجنرال مانجر او الدايركتور او غيره. فانا لما بلاقي حد متحفظ من النوعيه دي انا مش بدخل معاه في ديبيت، انا بجيبها له توب داون من فوق، بروح انا رايح للسي او على فكره محمد مش متعاون معايا، طب ايه اللي حصل؟ انا طالب منه تقرير 1 2 3 4 وفات اسبوع 2 3 ما سلمنيش التقرير، فراح هو التليفون او على السماعه انت ليه اتاخرت على احمد في كذا، ويحاول هو يهندل الموضوع بقى منه ليه. بس انا شخصيا ما عنديش الباور اللي انا اقول لمحمد طلع لي التقرير، فلازم اجيبها له داون من اللي فوقيه. تمام. هو احيانا دي بنقابلها كتير قوي في المشاريع، بتلاقي في حد ريزيستنس، فانت بتلعب معاه مره سياسه، مره تقعد يعني بمنتهى اللباقه والشياكه والكلام ده، طب ما نفعش معاك الكلام ده كله، هضطرك بقى له باي فورس من اللي فوقيه اللي هو مديره المباشر يعني او السي او او الكلام ده. تمام. ممتاز. شكرا دكتور. حبيبي التوفيق ان شاء الله. طيب ده سريعا الستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت. هطلع في الاخر بيه، هطلع ستيك هولدر يعني انجيجمنت بلان اللي هي الخطه زي ما اتفقنا اللي فيها التاكتكس بقى اللي فيها الاستراتيجيز ازاي تحتوي الناس دي وازاي يعني هتضمهم معاك في المشروع ما تخسرهمش اثناء المشروع. ندخل بقى على العمليتين الاخرى، المانج ستيك هولدر انجيجمنت برضو زي بالظبط المانج كوميونيكيشن، عشان كده قلت لكم في حاجات متشابهه ما بين الكوميونيكيشن نوليدج اريا وما الستيك هولدر نوليدج اريا. فاحنا كنا في المانج كوميونيكيشن بنعمل ايه؟ احنا حطينا خطه، الخطه دي من خلالها بنعمل كوميونيكيشن مانجمنت مع الستيك هولدرز. فقلنا على سبيل المثال كل ستيك هولدر ليه احتياجات من الانفورميشن، انا حطيت خطه ايه انواع الانفورميشن انا هبعتها وهبعتها لمين وتوقيتات الارسال وفي نفس الوقت هبعتها له ازاي. قلنا في مرحله التنفيذ اللي كتبناه في الخطه بننفذه على ارض الواقع. نفس القصه بالظبط، انا كان عندي خطه لاداره المعنيين بالمشروع، فانا باجي وقت التنفيذ اللي اتفقنا عليه هننفذه. على فكره ممكن تعمل حاجات زي مثلا ما بيحصل في يعني في الشركات، ممكن مثلا نعمل فور اكزامبل يعني داخلين على رمضان وبنعمل احتفاليه ونعمل افطار وبنجيب الفي اي بي كاستمرز بتوعنا كحته يعني بابليك ريليشنز وبنعمل عشاء عمل او افطار جماعي. الهدف من الكلام ده ايه؟ نتوركينج برضو. فانت برضو ممكن من ضمن الاستراتيجيز اللي انت بتعمل يعني بريك ذا ايز مع الستيك هولدرز في صوره بقى عشاء عمل، في صوره غداء عمل، في صوره اجتماع، في صوره اوتنج بره الشركه، احيانا بنعمل الكلام ده. بس كل ده في مصلحه الشغل، نرجع مره ثانيه عشان الموضوع ما يبقاش ان ايثيكال، احنا مش بنعمل الكلام ده في بيرسونال او سيلف انترست، احنا بنعمل الكلام ده في مصلحه المشروع. معايا؟ عشان يعني هتلاقي النقاط دي بالذات فيها حاجات ان ايثيكال، فانت ممكن تبقى فيها رشاوى مثلا، اللي انت عشان تدير علاقتك مع سين وصاد بتدفع فلوس. معايا؟ بس هو برضو الكتاب ما يقصدش كده، الكتاب بيتكلم على الحاجات الايثيكال بيهيفير في النتوركينج، اللي انا بعمل نتوركينج ولكن بطريقه اخلاقيه، مش يعني اندر ذا تيبل يعني او بطريقه غير اخلاقيه. طيب فهنا بيتكلم على المانج ستيك هولدر انجيجمنت، احنا كان عندنا بلان فبننفذها ازاي. فانا رقم واحد لازم يكون عندي مدخلات، الكوميونيكيشن مانجمنت بلان، الريسك مانجمنت بلان، الستيك هولدر انجيجمنت بلان، التشنج مانجمنت بلان هتظهر معانا في الانتجريشن. يعني ايه؟ قلناها كده مرور الكرام بس هناخدها بالتفصيل في الانتجريشن. برضه نفس القصه، الدوكيمنتس، التشنج لوج، الايشو لوج، الليسونز ليرند، الستيك هولدر ريجستر، والاي اف والاو بي اي. ايه التولز والتكنيكس؟ كلها خدناها تقريبا. الاكسبرت جادجمنت، حكم الخبراء،
الكوميونيكيشن سكيلز، الفيدباك، الكونفليكت مانجمنت، الكالتشرال اويرنس، النيجوشيشن، الاوبزرفيشن، البوليتيكال اويرنس، الميتنج. الحاجه الوحيده اللي ما خدناهاش الجراوند رولز. الجراوند رولز شبه بالظبط التيم تشارتر في الريسورس مانجمنت. فاكرين لما كنا بنتكلم قلنا في بلان ريسورس مانجمنت بطلع ريسورس مانجمنت بلان وبطلع حاجه اسمها تيم تشارتر اللي هي ميثاق الفريق او وثيقه الفريق، وقلنا دي بحط من خلالها ايه، بحط فيها القيم، القواعد، يعني الاخلاقيات اللي بتحكم علاقتنا مع بعض داخل الفريق. فدي برضو نفس القصه، الجراوند رولز عايزين نحط القواعد العامه اللي احنا متفقين عليها بحيث ما نختلفش وقت الشغل. يعني على سبيل المثال احنا قلنا مثلا هنعمل اجتماع الساعه 9 ويا ريت ما نتاخرش عن الميعاد، هنبدا الساعه 9. قلنا مثلا الناس لما تدخل الاجتماع تعمل الموبايل سايلنت، تعمل الموبايل صامت. فدي ممكن تبقى جراوند رولز اتفقنا عليها. قلنا مثلا الاجتماع هيبقى فيه مينتس اوف ميتنج وهيحصل سيركيوليت للايميل من خلال مثلا المودريتور او مثلا مقرر اللجنه او كذا، اتفقنا على كده ماشي. فالجراوند رولز القواعد اللي احنا اتفقنا عليها بنصغها في صوره مثلا يعني دوكيمنت وبنبعتها للناس، فدي معنى كلمه جراوند رولز، الحاجات اللي احنا نتفق عليها. من ضمن الحاجات طبعا اخلاقيات المهنه، فزي ما قلت لحضراتكم يعني اكيد بيبقى فيه حاجات كتيره جدا ان ايثيكال بيهيفير بتعمل مانج ستيك هولدر انجيجمنت، بس دي طبعا مش هادي اللي يقصدها البي ام اي. فزي ما قلت لكم من ضمنها طبعا برايب يعني او الرشاوى. الميتنجز الاجتماعات، طب ايه المخرج؟ ما عنديش مخرج للعمليه دي، بس المخرج الوحيد تشينج ريكويست، ابديت اذا لازم الامر على البلان، ابديت اذا لازم الامر على الدوكيومنتس. وزي ما احنا متعودنا هيرسم المانج ستيك هولدر انجيجمنت بروسيس. عندي المدخلات بتاعتي، البروجكت مانجمنت بلان بولادها، البروجكت دوكيومنتس بولادها، والاي اف والاو بي اي. المخرج اللي عندي ابديتس على البلان، ابديتس على الدوكيومنت، وتشينج ريكويست اذا لازم الامر. هنتكلم على التشينج ريكويست بالتفصيل في الانتجريشن، وهنتكلم على كل الخطوات بتاعت التشينج يعني مانجمنت ان شاء الله تعالى المحاضره بتاع الانتجريشن الاسبوع القادم باذن الله. احنا كده ناقصنا بالظبط 3 محاضرات باذن الله، باذن الله يوم الاثنين والثلاث والخميس. وكل سنه وانتم طيبين، يبقى الكورس خلص على خير. فاحنا عندنا يوم الاثنين باذن الله تعالى الريسك مانجمنت، وعندنا يوم الثلاث باذن الله تعالى البروكيورمنت مانجمنت، وعندنا يوم الخميس باذن الله تعالى الانتجريشن مانجمنت مع الاجايل بروجكت مانجمنت، بحيث يبقى الكورس خلص بالسلامه معانا كمحاضرات. وزي ما اتفقنا بقى بعد المحاضرات بنحط خطه للمذاكره عشان نبتدي بقى نحل امتحانات ونراجع بالنولج اريا ونراجع بالبروسس جروب ونحل امتحانات متكامله. انا رفعت لكم على الوينسر يونيفرسيتي امتحان 200 سؤال زي بالظبط امتحان البي ام بي، 4 ساعات 200 سؤال تقريبا متوسط الصعوبه، يعني هتلاقي فيها اسئله بمجرد النظر كده هتعرف تجاوبها، وفيها اسئله محتاجه تركيز شويه، فيها اسئله كالكوليشنز وحسابات وارقام وبتاع، وفيها اسئله نظري، وفيها اسئله سيناريوهات، وفيها اسئله دمها تقيل ورخمه، وفيها اسئله سهله بمجرد النظر هتحلها. فانا حاولت كده اجيب لكم، وبرده بنفس البرسنت بتاع الامتحان، يعني زي ما احنا اتفقنا ان في برسنتج للانيشيشن والبلاننج والاكسكيوشن والمونتر كنترول والكلوزنج. فادخلوا دلوقتي على المنصه بتاعت وينسر يونيفرسيتي هتلاقي في فاينل اكزام اتحط لك. وانا زي ما قلت لكم في بدايه الكورس، انتوا في واقع الامر هتاخدوا 3 شهادات، هتاخدوا شهاده سيرتيفيكت اوف اتندنس من بزنس بارك، وهتاخدوا شهاده سيرتيفيكت اوف اتندنس من وينسر يونيفرسيتي، وهتاخدوا شهاده ثالثه سيرتيفيكت اوف كومبليشن مش هياخدها الا اللي ينجح في الامتحان. ودي برضو احنا عاملينها تشالنج عشان نفرق ما بين الناس اللي خدت الموضوع بجد وذاكرت وواخده الموضوع، فدي هنديها شهاده ثالثه اسمها سيرتيفيكت اوف كومبليشن. وفي شهاده الاثنين التانيين بقى اللي هو سيرتيفيكت اوف اتندنس، خلاص كلنا حضرنا مع بعض ال 40 ساعه وكلنا هناخد شهاده الحضور سواء من الجامعه الامريكيه زي ما وعدناكم، وسواء من اكاديميه بزنس بارك للتدريب والاستشارات الاداريه. معايا؟ بس عشان نعمل تحدي اعلى شويه عملنا امتحان، انت اللي هتختار ميعاد الامتحان، انا مش بقول لك ادخل دلوقتي. انت ممكن مثلا لسه بتراجع، خلاص كمان شهر ادخل الامتحان، بس لو انت جبت في الامتحان ده اقل من 70% يبقى انت محتاج يعني تركز شويه. لو جبت فوق 70% يبقى ده يعني الحمد لله مستوى مقبول، وهنزود ده زي ما اتفقنا هيبقى فيه 7 امتحانات غير الامتحان ده. فاهمينها؟ بس الامتحان ده احنا رابطينه بالمايلستون بتاع السيرتيفيكت اوف كومبليشن، فانت اول ما تدخل الامتحان لو نجحت اوتوماتيك هيطلع لك الشهاده سيرتيفيكت اوف كومبليشن بي دي اف وهيبعتها لك على الايميل، ولو عايز تربطها مع لينكد ان. يعني احنا عاملين سيناريو كده بحيث يعني ريكوجنيشن للناس اللي فعلا يعني تفوقت واجتازت معانا الامتحان. وانس اللي انت تبقى جاهز ادخل امتحن على طول، وان شاء الله تنجح معانا
وتاخد السيرتيفيكت اوف كومبليشن كلكم ان شاء الله تعالى. واضحه كده يا شباب؟ حد عنده استفسار؟ الدنيا واضحه؟ انتوا برضو حضراتكم ستيك هولدرز، فاحنا لازم نعمل انجيجمنت معاكم، يعني ما ينفعش نشرح كلام نظري في الكتاب واحنا نفسنا ما نعرفش نعمل المانج ستيك هولدر. يبقى كده بالظبط كده المثال بيقول لك باب النجار مخلع، يعني اللي احنا عمالين نشرح كلام حلو واحنا مش عارفين نطبق ده على نفسينا يعني. طيب ممتاز ممتاز، اتفضل يا باشمهندس ابراهيم. بعد اذنك بس حضرتك قلت السيرتيفيكت اوف كومبليشن دي انا اخدها مع الفاينل اكزام اللي حضرتك عامله على وينسر يونيفرسيتي، مش الفاينل اكزام بتاع البي ام بي سيرتيفيكت نفسه. بتكلم على وينسر يونيفرسيتي طبعا. خلي بال حضرتك احنا بنأهل الناس تدخل الامتحان، فاحنا بنعمل سيميوليشن او محاكاه، فانا عايز احط الكود بتاع الامتحان. فانت هتدخل اربع ساعات طبعا، اي وقت هيتحسب من الامتحان، يعني انت مثلا لو خدت بريك رحت صليت رحت كلت رحت اتغديت، ده الامتحان. فاحنا حاطينك في المود بتاع الامتحان، حاطين لك حتى هتلاقي في تايمر فوق وبيعد الساعات، وهتلاقي كلمه صغير كانه امتحان بالظبط، كانه امتحان كانه يعني ان شاء الله في الامتحان ده ما حدش هياخد الشهاده بتاعته غير بعد ما يجيب فوق ال 70% في الفاينل اكزام. بالظبط، هياخد السيرتيفيكت اوف كومبليشن من وينسور يونيفرستي، من جامعه وينسور الامريكيه زي ما احنا وعدناكم. تمام يعني احنا برضه عشان تبقى انتوا فاهمين، احنا عندنا بول اوف كويستشنز فوق ال 5000 سؤال، بنطلع منه اسئله راندوم، ولكن احنا عاملين كرايتيريا شبه الكرايتيريا بتاعت الامتحان. يعني الامتحان زي ما قال في توزيع للدرجات على سبيل المثال على الخمسه نوليدج اريا، الخمسه اسف بروس جروبس، احنا عاملين كده برضو، وعاملين كمان كرايتيريا للصعوبه بحيث مش كل الاسئله صعبه، عشان لو كل الاسئله صعبه الاربع ساعات مش هيقضوا، ولا كل الاسئله سهله بحيث تخلص الاربع تخلص ال 200 سؤال مثلا في ساعتين مش في اربعه. فاحنا عاملين متوسط الصعوبه زي الامتحان، وكمان عاملين ايه؟ عاملين دكتور بعد اذنك 25 سؤال مش داخلين في السكور زي ما بيحصل في الامتحان بالظبط. بس انت بعد اذنك يا دكتور اتفضل، لو عملت الامتحان ده وما نجحتش فيه اول مره ممكن اعيده عشان اخد السيرتيفيكت؟ هنعيده، ما لسه بقول لحضرتك احنا هنطلع 8 امتحانات، انجح في واحد من الثمانيه بس، بس لازم تجيب طبعا. لو انت نجحت في الثمانيه تبقى سوبر طبعا. انا مش الامتحان مش الهدف اللي هو تعجيزي، الهدف اللي هو يزود الثقه بالنفس ويقول للناس لا انا قادر ان انا انجح في البي ام بي، ما انا نجحت الحمد لله في امتحان شبيه على وينسر يونيفرستي، ده اللي اقصده. يعني مش الهدف ان احنا يعني نصعب الدنيا، لا بالعكس، احنا بنحط لكم 8 امتحانات طبعا، اسئله مختلفه، افكار مختلفه، سيناريوهات مختلفه، ومفيش مشكله خالص اللي ينجح في الاول يدخل في الثاني والثالث والرابع والخامس، بس هيطلع لك سيرتيفيكت يعني اوف كومبليشن من يعني شهاده واحده بس من اي امتحان من السبعه من الثمانيه تنجحوا باذن الله تعالى. طب دكتور في السيرتيفيكت دي هيبقى منشند ان انا مثلا نجحت في امتحان وجبت فيه مثلا وليكن 70 80% ايا كان؟ على فكره دي ما بتبقاش موجوده قوي في الـ في البي ام بي سيرتيفيكت، بس لو انتوا عايزين نزودها في الاخر طبعا، ده حته بروجرامر، احنا طبعا معانا ناس الديفلوبر مهندس كتير والمهندس والمهندسه ريهام، فهم تحت، فلو انتوا عايزين تطلعوا الدرجه، لو انتوا عايزين مش لازم الدرجه، بس على الاقل يتكتب ان في امتحان او سيميوليشن لامتحان بي ام بي نجحت فيه وخلاص. ما عنديش مشكله خالص، في ايدينا كل الكلام ده، احنا اللي بنكتب السكريبت واحنا اللي عاملين الديفلوبمنت واحنا اللي معانا الفريق المطورين، فالموضوع في ايدينا يعني. تمام تمام دكتور، كاتبين الصياغه بتاعتها فعلا ان السيرتيفيكت اوف اتندنس، انت حضرت كورس 40 ساعه تدريبيه في الفتره من الى، وادي الشهاده بتاعتها. السيرتيفيكت اوف كومبليشن بنقول انت اكتست الامتحان التاهيلي من خلال جامعه كاس، طبعا ما بنقولش البي ام اي عشان احنا مش بي ام اي، ولكن احنا بنقول احنا اكتست الامتحان التاهيلي من جامعه وينسور الامريكيه، وادي السيرتيفيكت اوف كومبليشن يعني. تمام يعني اللي احنا كاتبينها. ممكن ابعت لكم سامبل يعني من السيرتيفيكت بضمي يعني داتا يعني عشان تبقوا انتوا عارفين، هي في الاخر تمبلت احنا بتفري تو اديت يعني بنعدلها احنا يعني. تمام يا دكتور، شكرا. تمام يا باشمهندس ابراهيم، شكرا لحضرتك. شكرا. نكمل مع بعض. فده سريعا الداتا فلو دايجرام اللي خاص بالمانج ستيك هولدر انجيجمنت، ودي سريعا المدخلات زي ما احنا شرحناها بكل التفاصيل والتولز والتكنيكس. طبعا ما فيش حاجه جديده احنا كلها قلناها، يعني اتكلمنا على الكوميونيكيشن سكيلز اللي هي مهارات التواصل في النولج اريا بتاعت الكوميونيكيشن مانج، بس هي داخله معانا برضو هنا من ضمن المانج ستيك هولدر انجيجمنت. طبعا الكونفليكت مانجمنت اتكلمنا عنها في الريسورس مانجمنت لو انتم فاكرين، لما قعدنا نتكلم على اداره النزاعات مع فريق العمل واتكلمنا على الخمس حاجات لسه المحاضره امبارح، يعني اللي هي الويذدرول والكونفرونتنج وهكذا، خمس حاجات اللي احنا قلناها، والكالتشر اويرنس النيجوشيشن البوليتيكال اويرنس كده احنا قلناه، والجراوند رولز زي ما قلنا اللي هي القواعد العامه، حتى بيقول لك شبه التيم تشارتر بالظبط، بس انا عايز احط قواعد عامه بقى للستيك هولدرز نفسهم مش بس فريق العمل. يعني مثلا بتلاقي في بعض الاجتماعات يقول لك نو سموكينج، دي من ضمن الجراوند رولز معايا،
او مثلا في سموكينج اريا، في مثلا لو في بريك او في حاجه في سموكينج اريا من ضمن الجراوند رولز على سبيل المثال يعني، وهكذا. في بعض الاجتماعات بيقول لك ممنوع تسجل الاجتماع، يعني احنا بنحضر اجتماعات كتير في يعني في جهات سياديه بيتاخد منك الموبايل قبل الاجتماع وبتتقفل الموبايل بتاعك قبل الاجتماع، دي جراوند رولز وطبعا بتحترم من كل الاطراف يعني زي ما انتم عارفين عشان التسريبات والكلام اللي بيحصل في التسجيلات. فتدخل الاجتماع بيتسحب منك الموبايل والموبايل بتقفل وتاخده بعد الاجتماع، فدي جراوند رولز على سبيل المثال. طيب مفيش مخرج واضح زي ما انتم شايفين، تشينج ريكويست وابديت على البلان وابديت على الدوكيومنتس. اخر عمليه معانا النهارده، العمليه الرابعه من الستيك هولدر والاخيره، مونيتور ستيك هولدر انجيجمنت. واحنا قلنا مع بعض ما اقصدش طبعا بمونيتور ان انا بتجسس على الناس، ولكن هو مونيتور ستيك هولدر انجيجمنت. احنا عايزين نتاكد الحاجات اللي اتفقنا عليها في البلان اتنفذت وقت الاكسكيوشن، ماشي؟ فده اللي احنا بنتكلم عنه في مونيتور ستيك هولدر انجيجمنت بمنتهى البساطه. يبقى ايه الانبوتس اللي عندي؟ ريسورس مانجمنت بلان، كوميونيكيشن مانجمنت بلان، ستيك هولدر انجيجمنت بلان، كل دي خدناها. ايش لوج، ليسنز ليرند، بروجكت كوميونيكيشن لسه واخدينها في اداره اتصالات المشروع، ستيك هولدر ريجستر، ريسك ريجستر. وزي ما احنا متعودين ان اي عمليه في المونيتورنج اند كنترول اعيد واكد، عندي انبوت ورك بيرفورمانس داتا وعندي اوتبوت ورك بيرفورمانس انفورميشن وتشينج ريكويست. وزي ما اتفقنا السبيشال كيس بس في الانتجريشن، باذن الله الاسبوع اللي جاي لما نتكلم عن الانتجريشن هنقول يعني في تغيرات في الانتجريشن بس. بس بالنسبه للتسعه نولج اريا اللي احنا اتكلمنا عنهم من بدايه الكورس كلهم في المونيتورنج اند كنترول، انبوت ورك بيرفورمانس داتا، اوتبوت تشينج ريكويست، ورك بيرفورمانس انفورميشن زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا ابديت على البلان او الدوكيومنتس ده لازم الامر. طب ايه التولز والتكنيكس؟ برضو هتلاقي معظمها خدناها، الترناتيفز اناليسيس تحليل بدائل، روت كوز اناليسيس خدناها في الجوده، فاكرين لما كنا بنتكلم على ايشيكاوا وبنتكلم على الفيش بون دياجرام او الروت كوز اناليسيس عشان اوصل للاسباب الجذريه يعني المسببه للمشروع للمشكله. الستيك هولدر اناليسيس قايلينها اللي انت بتعمل تحليل للستيك هولدر عشان تعرف الاكسبكتيشنز والتوقعات والباور والانترست والكلام ده. المالتي كرايتيريا ديسيجن اناليسيس، الفوتنج كل ده خدناه، الداتا ريبريزنتيشن، ستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت ماتريكس لسه واخدينها اللي قلنا فيها النيوترال والريزيستنس واللي هم النيجاتيف والبوزيتيف ستيك هولدرز. الكوميونيكيشن سكيلز، الفيدباك، البرزنتيشن سكيلز، الاكتيف ليسننج، الكالتشرال اويرنس، الليدرشيب، النتوركينج، البوليتيكال اويرنس، الميتنج، كل ده خدناه. خلصت العمليه وخلص الشابتر، كل سنه وانتم طيبين. فبرضه هيرسم لي الداتا فلو دياجرام، الانبوتس والاوتبوتس، والمدخلات هيكتبها بالتفصيل، والتولز والتكنيكس. طبعا الحاجات اللي احنا اوريدي شرحناها قبل كده هتلاقي بولتس يعني ما فيهاش تفاصيل عشان احنا اوريدي شرحناها قبل كده. فاحنا شرحنا قبل كده الروت كوز اناليسيس والستيك هولدر، فعشان كده حطيتهم في صوره بولتس يعني مش كاتب الشرح بالتفصيل يعني. وبرده الاكتيف ليسننج شرحناه، والكالتشر اويرنس كده احنا شرحناه يعني. بس كل سنه وانتم طيبين، خلص الشابتر على خير. مين عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال يسال، معانا ست دقايق سبع دقايق. اللي عنده سؤال يسال. اللي عنده سؤال يسال. الدنيا واضحه؟ مفيش اي اسئله؟ طيب الحمد لله. طيب نرجع مره ثانيه ناكد، السؤال في الامتحان احيانا بيلخبط احيانا، فانت لازم تقرا السؤال وتعرف هو عايز يسال على معلومه وبالتالي ابص على الحاجات اللي ليها علاقه بالكوميونيكيشنز، ولا عايز يسال على ستيك هولدر وبالتالي ابص على الحاجات بتاعه الستيك هولدر. فاهمينها؟ عشان انتوا عارفين السهل الممتنع، الكوميونيكيشن والستيك هولدر في حاجات كتيره قوي قريبه من بعض، واحيانا بيحكي لك حدوته ويلخبطك. في الاول يتكلم على انفورميشن وبعد كده يقلب السؤال على ستيك هولدر، او في الاول يتكلم على ستيك هولدر وفي الاخر يقلب السؤال على كوميونيكيشن. فانت محتاج وانت بتقرا السؤال تبقى مركز جدا، هو بيسال على كوميونيكيشن ولا بيسال على ستيك هولدر. فاعرف منين كوميونيكيشن؟ لو بيسال على حاجات ليها علاقه بالانفورميشن. فلو لقيت صيغه السؤال اللي مطلوب في السؤال ليها علاقه بالانفورميشن يبقى هو بيوجهك ناحيه اجابات الكوميونيكيشن. لو لقيت صيغه السؤال ليها علاقه بالستيك هولدرز يبقى بيوجهك ناحيه الاجابات اللي ليها علاقه بالستيك هولدرز. معايا؟
فانا عشان كده هنتدرب طبعا على الكلام ده بعد البريك بالتفصيل، ونحاول يعني نحل السؤال يعني كذا سؤال مع بعض. بس انا بقول لحضراتكم يعني الكوميونيكيشن والستيك هولدر هم سهلين جدا جدا جدا، ولكن احيانا بيبقى في اسئله تريكي، يعني اسئله بتلخبط شويه عشان تبان مين اللي فاهم او مين اللي بيعرف يفرق ما بين عمليات الكوميونيكيشنز وعمليات الستيك هولدرز. واضحه شباب؟ طيب نطلع فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله تعالى نحل بقى مع بعض مسائل على الستيك هولدرز انجيجمنت يعني مانجمنت، والستيك هولدر كوميونيكيشن او بروجكت كوميونيكيشنز مانجمنت ان شاء الله تعالى. يلا استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.